السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض قاعدة إف مع لما نستخدم مع أور أو نستخدم مع أنت. طب إيه قاعدة إف؟ قاعدة إف يعني لو شرط تتحقق اعمل حاجة معينة، لو ما تحققش اعمل حاجة تانية. يعني سيبني مثلا ممكن نقول كده بسرعة، نقول له قاعدة إف، نقول له في شرط معين وليكن مثلا إن على الـ A2 بتساوي علي. طب فرض إن الشرط تتحقق، بيقول لي علي مدام اسم يخليه بين قوسين كده، لو اتحقق خليها ترو، لو ما اتحققش خليها فورس. ممكن تكتب اي جمله كامله مش لازم ترو فورس يعني، تمام؟ فبتدي لي ترو. طب انا عايز بقى اخليها اصعب من كده شويه، تمام؟ اخلي فيه شرطين مش شرط واحد. فاجي هنا اقول له اف بتساوي اف، تمام؟ طيب وبعد كده هفتح قوس، وفي النص قوس هنا هقول له ايه، اديله الشرط الاول. الشرط هنا هقول له ايه، اند يعني بيبقى فيه شرطين، لو شرطين اتحققوا هيبقى ترو، لو شرط فيهم متحققش يبقى فولس، لو شرطين متحققوش يبقى فولس. طيب هقول له بقى هنا ايه، ان A2 اللي هي دي هتساوي علي، ده اول شرط، تمام؟ طيب الشرط الثاني هعمل علامه كده، بقول له الشرط الثاني ان A3 دي بتساوي عمر. طيب ده كده ايه اللوجيكال تيست. وبعد كده هدي له علامه واقول له ايه، خليها ترو، لو اتحققت ترو، وفولس لو ما اتحققتش، تمام؟ طيب هدوس انتر هيلاقيها ترو. طيب لو عمر دي خليناها مثلا احمد، ايه احمد بيت فولس. طيب لو جينا هنا نفس كل ده بس بدل اند خليناها اور، تمام؟ فخلاص هو في شرط اتحقق اللي هو علي، والشرط التاني اللي هو عمر متحققش، فاور لو شرط واحد اتحقق يبقى ترو. طيب لو انا جيت هنا وخليت دي مثلا علي اتنين مثلا هتلاقي فولس، لان الشرطين متحققوش.